بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، شنيا حويلكم لباس؟ أي كاللة تسلم عليكم تسألوا عليها صديقاتي. اليوم روتين آخر نهار مع للا، حسيلو توا أنا هكا وصلت لدارها، نحضر في المقدمة هكا هو يقول لك هي مش ضيف، أما هم يقولوها كالمثل للا نتاع الضيف ضيف كان يقعد اش توصيف هكا هو هاي أنا إيش تحبي 13 يوم يعني 13 يوم ومرحبا بك الحسين. شوفوا ديما الحسابات راهي تحسب مرة للا مشت لبلاصة تحسب في الدرجات متاع الدروج، قالتك 84 درجة ديما عندها الحساب. الحاسة صديقاتي من فطور الصباح للعشية للي وصلت للا لدارها، هكم معايا في فيديو اليوم وهكا خذوا نحو وحشتكم من للا، وإن شاء الله هكا في الأيام الجاية كل مرة هكا نعملوا فيديو مع بعضنا كان ربي أعطانا الصحة والوقت والعمر. خليكم صديقاتي مع فيديو اليوم وإن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل، وهكا نخليكم مع أجواءنا العادية متاع يوم روتين يوم عادي. إن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. للا إيش تقولي لهم؟ إن شاء الله متعة إن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل، أقولهم إن شاء الله وتبقوا على خير ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هذيك وذي في المور في الخاتمة للا تو نقولوا أيا قهوة لبنيتكم معانا. وهنا يا صديقاتي بديت لكم من اخر الفيديو، هنا انا وللا نحضر في رواحنا باش نوصلوا نروح بها لدارها. الحصيل وكيما تعرفوا تحب نحط لها الفن وتوا صديقاتي اول حاجه باش نعملوها هي باش نحضر فطور الصباح. باش نبدا معاكم من الصباح، هنا عملت تحليب عملت قهوه، باش شوفوا الفيديو هذا راهو مختلف على الفيديوهات الاخرين. علاش؟ خاطر انا عملت فطور صيافي للا ولكن صورته لكم مع قريبتي، يعني الاكله وقت اللي طيبتها عملتها مع قريبتي شوفوني انا وياها في الكوجينة، اما للا فحطيت لها البلا حاضر، يعني واحدة طيبت معها والاخرى حطيت معها البلا، روتينين في روتين واحد. هنا البنات عندي صحن ذي ريت وذوما يبيعوهم في الكارفور، وقتها جارتي مشت ولقيتهم يبيعوا بالكيلو، خذت لي ليا انا وخذت لي هي، الحقيقة لقيتهم على محليهم كأنهم وردة. وهنا عندي شو اللي انا نحبه، هذا فطوري انا وللا متاع الصباح بالكريمة هذه من داخل وفيها الشوكولاتة من برا، بنينة ياسر وليت مغرومة بها. وأكثر قعداتي توا وأكثر هكا عشوياتي نحط فيها هالشو ذي. المهم صديقاتي توا باش نحضر القهوة، باش ننصحكم بالقهوة شنية اللي تستعملوها. أنا برشا معناتها ديما نقول للبنات جربوا هيك الحاجة ذيك لأني نعرفها أنا نجربها وتطلع معايا باهية. هنا حطيت ليها غرت وحطيت معاها شوية جنبون وشوية جبن، كل واحد كل مرة كيفاش نبدل، راهو فطور الصباح كل مرة، مرة شوية زيت زيتونة زاد نحط للا تحب نحط لها زيت زيتونة الصباح، مرة نعملوا عصيدة بيضة، كل مره نعملوا حويجه. كعبت لي غرته ديك لازمه في العشاء وفي الفطور الصباح هيك باش نعملوا بونسمون للمعده ديما ناخذ كعبه يا غرت. المهم هذه هي القهوه اللي قلت لكم عليها البنات، هي قهوه جولدن كوفي، انا مجربتها وعجبتني برشا وننصح البنات تجربوها، راهي بنينه ياسر. هذه تتخلط بالحليب معناتها سريعه التحضير، بالحق جربوها واعطوني رايكم. للي مازالت ما جربتش راني ننصحكم تعجبكم برشا. والحصيلة صديقاتي في فيديو اليوم كما قلت لكم فما قاعدة هكا في الكوشينة مع قريبتي، وبشو زاد وصولنا لدار للا وشوية ضحك مع للا، وكانت تشوفوا وش عملت للا البخور العجعاجي. المهم تشوفوا كي وصلت لدارها اش عملت في دارها، شاركت معاكم هكا لحظات من وصولها هي. المهم البنات هنا باش نصب حليبي في القهوة متاعي، راهي فيسع مذوبة وتشوفوها، وطعم طعم القهوة البنية اما فيها على الشوكولا، يعني قهوه بالشوكولاته. هذا السكر باش نرجع له بلاصته ونكمل معاكم حصيله. هنا باش نوريكم كيفاش هي منظرها قديش ومزيان ويشهي. وللا تحبها سخونه يا البنات، خلينا نمشي نزرب راهي تشربها تحرق. هنا صديقاتي هذه تريليا توا انا وقريبتي في الكوجينه، باش نخليكم نخلي الصوت عادي من غير ما نسجل تسمعوني انا وياها نحكو. باش ننظفها انا مسلسل نحطها في حاجه في بول وننظفها، اليوم حطيتها في لافابو ديريكت عندي كل الصفاي، قلت نورمال ما
باش ننظفها من غير ما يعني نحي حشيكم عزكم الله الوسخة اللي فيها وبعدين نغسلها عثومة هي شوي باش نعمل التريل يا شوي نفوحها ونحط هذاك هاي للصوص وللتريل خل نفوح التريل باش نعمل فيها شوية كركم تجي جوزتي بحدايا تقول لي تحير في العشاء نتاعي المخ قولي لا واللي يعجبني ذيك نخرج راني نقضي وكل السبع نتاع العشيه نجي في الشتاء نجي بعد نقول لها لا تركب الشربه تو يطيب كل شيء تحيري نقولي يا اخي بعد بالحق تلقاني طيبت تلقاني والله يعطيكم الصحه حياتكم تقعد للوقت هذا هما لا ده رحمتي بعد المغرب العشاء في الشتاء يحبوا يتعشوا بكري ما يحبوش يتعشوا مخ حطيت الكركم وملح وفلفل اكحل وكمون ماشي تفوحيش باش تفوحي انتي حتى تعرف انا مش نحب نعرف حاجه جديده كي كنت نجرب هذه انا مش نعمل تعملي كمون وملح ونعمل فصل الوحده لا لا تهكا اريح لك تو تبدا مثلا كيل ولا حاجه باش تبدا فوحي هكا وخليه يشرب الفاحو اسرع وخي وافوح يفوحي تخليه كتمرغديه نقولهم انا تمرغديه في الفاح نتاعو وتخليه هاتي كالثومات قداش وصلنا هنا سنين الثوم اربعة نحب الثوم اصلا تريليا تجي بنينة بس نحط الزيت نتاعها يسخن باش توا نقلاها نكمل لها الثوم ونقلاها تعرفوا صديقاتي ما تصوروش في بالكم محلاها للمة نتاع العيلة ومحلاها الجو ومحلاها الدار كي تبدأ هكا مليانة بحس صغار وكبار جو وحده بصراحة أنا ما عادش نجم نقعد توا ديما نستنبط باش باش يجوا بحذايا ولا نمشي بحذاهم الله غالب شوية ظروف حاليا ما نجمش هكا ننتقل بين الولايات أما إن شاء الله ربي سهل بصراحة ما عادش نجم نقعد هكا لازمني ديما اللمة ولازمني ديما الناس هكا في حياتي نحب بصراحة ريتو لما وحدها في ماكلة في ضحكة في لعبة جوها وحده ساعات يعبر على العكس لا وساعات يعطي الصحيح ما عملتش فيها الملح نعمل فيها الملح هي دوبليش تعملتي الخل فيش تغسليها بالخل ولا لا لا نخليها شوي في الماء والخل ومن بعد نطيبها عاد نشوفها نتوقف الجيل معناها ولا خل وتقبلها هي على روحها هي تبدا فرحانه بيتنا قبل الحرس وتقولها كيما ما عاد تستمر 16 سنه راه شي قلت لي راهي قبل المرض قد عضو كبير الدر في فرا تبين تظهر معناها كانها ب 30 تو في زيت وزدنا الروتين صحيتي الضيف يبدا يحس روحه جاي باش يعمل عليكم باش يرتاح روحه شويه باش يرتاح روحه شويه من الطاتي قلت تقول له ادخل الكوزينه ما نعاوني ندري شنو تحسي روحك ما سافرتيش ما حولتيش من البلاصه اللي انت فيها صبري هذه الطماطم والزيت كنشوفي لالا كي تبدا تعارك فيا نبدا نحكي لها نقول لهم انا لالا كي تجي راني نعطيها الكوزينه نحكي لصاحباتي يضحكوا وقولوا لي فات نقيلاه نقول لهم لالا راهي تحب الكوجينة تقول لي انا كره الكوجينة لا هي ما تقول لالا تحب الروتينات هذوما الطماطم تو شويه كلاص صوص اي نقول لها لالا وهنا صديقاتي بعد ما نظفت التريلة فوحتها كمون كركم ملح فلفل اكحل وثوم نجمو راه تستغنوا على الكركم من نحبوا الكركم تعرفوني في الماكله كلها نحطو المهم هنا خطرو باهي راهو صحيا باهي برشا باش نحطها تتقلاء برشا قلتولي اللي الفارينة في
السمك مش باهي، لكن انا وقت عملت الفيديو هذا مازلت ما عرفتش اللي قالت لي اخت اعمي شابلور، عطاو نجربها طريقه نعمل الخبز المبشور هذاك اليابس. هنا الفريت نتاعي صحيح حضره، شوفوا منظرها. ديما نوصيكم كي باش تاخذوا خذوا البطاطا الغامقه باش يجيكم الفريت نتاعكم بنينه ياسر، شوفوا المنظر نتاعها. ديما في كل هكا وين نعمل فريت نوصيكم هذه هي الفكرة متاحة، وتحطوها في ماء وخل وتخلوها، وبعدين تقلوها تجيكم بنينة ياسر، وتنجموا حتى تعملوا فيها شوفوا محلاها هنا نودكم ولا نشاهيكم. المهم هذه الصوص متاعي، الصوص متاعي طماطم قصيتها جويدة على الاخر، عملت معها شوية بصل، عملت لها شوية ثوم، قليتها في الزيت ونفوحها بشوية افاح هناها، باش نفوح بالفاح، ما تكثروش الفاح باش ما يمرر لكمش، وباش نحط معاها شوية هريسة عربي، شوية طماطم معجونة، تحبوا تزيدوا طماطم معجونة ولا تحبوا تخلوها كيكة فري، يعني ما فيهاش حتى مواد معنتها مصبرة. بالطبيعة تحطوا شوية ملح، شوية فلفل كحل، شوية فلفل احمر. هنا صديقاتي باش نعطي فطور للا. هيا للا، هاي هاي شوفي فطورك واعطيني رايك، فطور انت تحبيه راه. ما في بالهاش، راه دخلت الكوجينة خليتها هي في الصالة ودخلت انا الكوجينة. في مقرونه، نسمع فيك تعرف الثوم، نطيب في مقرونه، عبالك نطيب في مقرونه. هي كلها صوصات، الصوصات قلت ياسمين الصوص، بنتي راهي اسمها صوص، نقول كيف تعرفي ياسمين حسين. هذه هي عملت كعبات تريليا وشوي بطاطا وعظم وصوص. وين الرمان؟ شفتي الرمان قديتي؟ مش بيك فطورينا باركه، ما كان فطورك انت؟ لا لا اي نوريكم فطوري انا مازلت ما قديتهاش. وري بنات فطوري، يعني كل حاجه في بلاصه، قد كي ما ناكلش الا ما تجي انت. ها ولا لا فطوري انا، راني انا ما نحبش نقعد نستنى باش نفرغ الصحن نتاعك انت وناكل فيه، خاطر مازلت ما فطرتش يعني. فطور الصباح ذكا ليش تشني باش تفرغ الصحن تاعي انا باش يعني ناكل في صحنك، راني ناس فيا صنعك كي نعمل صحن كبير ما نحبش نعاود نحط صحن اخر بحذاه. شبي موز بها انا حطيه في الصحن الصغير يا بنتي مش كيك يعني نفس الصحن ناكل فيك يبدا مقلي ولا حاجه، ناكل في برضه صحن تكملي انت ناكل انا. يا والله ما عجبتكش الفكره، تقومي قومي ها جبت، هيا لالا قومي جبت، ها جبت فطوري وجبت فطورك، هاي كوري معاك. نقصي عاد ما تحليش، راني نحل نحل مشينا نحل قرعه الطوين مره الاولى بعدين ما عرفتش شنو الاخر، انا نرجعهم ولا هي خلي اسبوعي هاتوا نتفرجوا على اسبوع في حد شيء نسمع فماش حب لي كويك. لا نسمع لا بتي نحبك كويك، حب لي كويك تو هو وني قلت حتي نقول لا 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 تفش على الحب اللي كويك. لا لا باش نرجع شو اسمه عبد الرزاق، حنانه مغرومه تعرفوا بعبد الرزاق وب وب الله يا صديقاتي الكميه شويه الحمد لله يا ربي والشكر لله. انا في اخر لحظه مشيت للراجل اللي بيع ما لقيتش عنده كميه كبيره، وليت خذيته من خاطر مانيش محضره، ولكن نعرف لالا تحب الحكايه هذه، قلت قبل ما تروح لازم نعمل لها التريليا هي تحبها. المهم صديقاتي يا فضل فضل والف حمد وشكر ليك يا ربي. ومشكلة متاعها لاحظتها هي وبابا الله يرحمه ان شاء الله هي اطول عمر وميمتي ربي يفضلها، انه يلزم كيما ناكل انا ياكلوا هما، ما يلزمش انا نعطي روحي اقل، يلزم نقص انا وياهم قد قد. وشوفوا ما رضتش الا ما نقعد انا بحذاها باش ناكل معاها، قلت لها هنا الخبز نقصته ولكش، قالت لي اني بي عربي، قلت لها عليه الصلاه والسلام باش تاكل هكاكه. المهم صديقاتي هذا هو فطورنا، فطورنا بسيط ولكن بنيني هبل، يعني ابسط من هكا ما فهميش واسهل من هكا كما فهميش. صحيح السمك توا غالي شويه صديقاتي، باش تلقونا في الثنيه للدار الملاسين. لا لا ها نصود الملاسين وما فهميش كاينو حتى شيء، الشمس زعما زعما حلو اليوم. فما اخت سالتني قالت لي شوفي لي اسكو حلو ولا لا، نسيت بالكل سامحيني يا اختي، ما قلتش كون نسالك تو باش نحبس نسال حد ما فهميش، تو كي نبدا راجع نشوف. لا تسلي جماعه ضم هنا هذي زعما اللي في الرون بوان يعرف. شمس ما شاء الله طقس
كنتش نتوقع لي الدنيا سخونه هكا. انا قلت ما تعمليش الخريف راه فيه غصرات. فيه غصرات ما يب ماني عربوش في بلاد الماني مانش مش بيه اللي سبت فيه انا يضحك لي وشنو على الكاميرا. وتوا البنات مشينا ماشيين لدار للا باش ندخلوا بالعروس. صبت المطر ولا شنو فهمت؟ صلي على النبي. تو بلي كيفاش هك تو يجي منه هك خلو خلو لك رهب هك ويجور. انا باش نعمل بيك بيب 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 بيب, بيب. شوفي هذا بجهرب كيفاش حاط الكره من حوالي. عملك بيب 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 بيسي هربت شفت العروس. وهنا وصلت دلة دارها. احساس ينسينا من الاحاسيس انا بحدا بعضنا الحمد لله يا ربي هكا مرة مرة نمشي نطل عليها. اما كمام استنست بوجودها اصلا معناتها اللمة وحدها الحوش خليه للا تو ما يتصيق كوجينا نكملها معون عندك واغسي معون وكهو بري يحط شوية بخور في السر يسكريها وقعدي كوجينا لا لا دخلت حشاكم ديريكت مش نظف التواليت نتاعها ديما كيف تمشي البلاصة كي تجي اول ما تبدا حشاكم عزكم الله تبدا بالحمام تعطيه تنظيف. اش تعملي لك؟ مش بخري ما عندكش شكل حديد لا 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 الحديد كل الحكه الحديد لا لا مش بخري بالكانون ما واحد مش عارف في البيت ربي معاها كان ايش الدري راني عطيتك منك الفحم اللي عندي عندك منه هذاك كانون بالحق باش دور الكانون على الدار والكانون توا يشعل ومحليه ومحلى لونه. اه لالا عليه برشا جو هذايا تو اكا ولا لا سهريه عليه هذايا تمني عليه سهريه. شو اسمها لالا هذيك اللي باش تحطيها تو؟ صليحه. صليحه باش تحط لنا صليحه وعلي نحتها شعلت بها ونحت قالت لك باش ما يزهرش الكانون يزهر باش ما يذوبش اي باش ما يذوبش يعني هكا هو حصير هكا هو. لالا نخليك تو المره الجايه نعملوا عليه كويس تاي هذايا خل نروح انا الدنيا ظلمت صديقاتي. ها تحبي بخور الجاوي بخري لالا بخري على روح بخري خوتي الدار كانت مسكرة لها تتهوى وتتبخر ها 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 شيخة لالا العرافة لالا هاي يا سيد هاي قد سعودكم ويملح جوركم ويسعد ايامكم وياليكم. لالا هز يديك قولي امين امين وقد تساعد كل بنية ويعطي الخير لكل انسان وربي ان شاء الله يفرج علينا من الوباء والوفاء والبلاء هذا البلاء كل شيء ربي ان شاء الله يفرج علينا وكهو. اي يا سيدي هذاك هو صديقي يفرج جبدي روحي هيا لازمك الكلمه هذيك في الاخر هاي لالا هاي خاف عليك راني خاف عليك بالسلامة بالسلامة والقلب داعي لك هاي هزي نتاعك مش هذاك باب الكراج قاعدة تو لالا تحل فيه باش يجبد منه يمكن التيو. شفتوا واحد كي يخرج من الدار كي يروح يزمو تنظيفة هاكا الراحة اللي يعملها الواحد كي يخرج من الدار كي يرجع للدار كل شيء يعاود من أول وجديد. تا
تعرفوا البيت احساس خايب برشا اني باش نرجع هكا نروح وحدي توا بعد ما استنست هكا بقعدة للا. بالحق راهو خايب انكم تتعودوا على حد وبعدين يروح ويخليكم قبل بابا الله يرحمه. كنت بعد ما يروحوا نمرض ما عادش نستطعم حد شيء خاطر يبدو ملينا عليا دار وتدنكو تفرغ داري ونقعد وحدي ونحسها برشا. الحمد لله على كل حال وكهو. وتو صديقاتي ما بقالي كم باش نقول لكم في السلامه الناس كلها من هنا الغادي. تبقوا في رعايه ربي وفي حفظه على امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو جديد اذا ربي حب وعطانا الصحه والعمر والوقت. ان شاء الله نتقابلوا مره اخرى يا اما بحذا لالا والا في الدار زاده اذا معناتها اعطانا ربي الصحه والعمر والوقت. في امان الله وفي حفظ ربي ورعايته الناس كلها.